سيد محمود، كنا نتحدث عن فكرة جدوى العمليات الغربية والاستهداف الغربي والاستهداف الأمريكي والبريطاني والأوروبي لقدرات الحوثيين على تهديد الملاحة البحرية. ما الذي يعيق فعالية أو جدوى هذه العمليات برأيك؟ عدم الذي يعيق أو تحييد الميليشيات الحوثية من تهديد الملاحة الدولي وأمن الملاحة هو عدم جدية هذه الدول. وخلال الفترة الماضية رأينا بأن هناك تذبذب في عمليات تحديد الميليشيات الحوثية. أحيانا لا كان الحوثيين لا يستطيعون أن يطلقوا الصواريخ أو الطيران المسير نحو السفن، يعني تقريبا نحو شهر ظلوا مقيدين، لم يستطيعوا ذلك بفضل كانت الضربات الأمريكية الكثيفة. وبعد ذلك الأمور يعني تساهلت الولايات المتحدة مع جماعة الحوثي، وربما هناك ربما مؤامرة أو ربما هناك تبادل أدوار بين الولايات المتحدة هناك الأمريكية. هناك تقارير أيضا تتحدث عن غياب عنصر المفاجأة سيدي، وأنه بل أنه يتم إبلاغ حتى الحوثيين بموعد ضربات. بالضبط، يعني الآن يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية قبل يومين أو وزارة الخارجية قالت بأن هناك تعاون بين الحوثي وداعش وتنظيم القاعدة لتنفيذ عمليات إرهابية في الجنوب وخاصة شبوة وأبيان ومأرب. هنا العنصر الذي نتحدث عن عنصر المفاجأة، الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تستخدم طيران الدرونز الأمريكية في اغتيال القيادات تنظيم القاعدة أو جماعة الحوثي، وهذا ما يجعلنا نتحدث بأن هناك لا يوجد نية حقيقية لدى الولايات المتحدة الأمريكية لحماية البحر الأحمر أو لحماية الممر الدولي، وإنما هناك يبدو يعني أدوار بين الولايات المتحدة والميليشيات الحوثية من أجل أن تبقى الولايات المتحدة في البحر الأحمر أو في المنطقة، أو ما هو يعني أو ربما يعني تلعب الولايات المتحدة أو خصوصا الحزب الديمقراطي لعب آخر من أجل تسليم المنطقة وهي مشتعلة للحزب الجمهوري، وبالتالي نرى هناك حرب كبيرة في منطقة الشرق الأوسط. ربما هناك يعني عمليات تبادل أدوار بين هذه الجماعة والولايات المتحدة الأمريكية. أما مسألة العنصر المفاجئة هو يعني نحن ما نتمنى، وكذلك نتمنى من الحكومة اليمنية أن تقدم نفسها دون الوقوف أو دون أن تقف متفرجة لحماية الممر البحري والممر وحماية أمن الملاحة. شكرا جزيلا لضيفنا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي محمود الطاهر. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن أوكرانيا ستتلقى بعض طائرات F-16 هذا الصيف والمزيد بحلول نهاية العام، لكنه أوضح أن هذه الطائرات لن تكون كافية لتلبية احتياجات الدفاع الأوكرانية. فيما يتعلق بالدفاع الجوي، أشار زيلينسكي إلى حاجة أوكرانيا إلى 25 منظومة باتريوت لحماية أجوائها بشكل كامل. وفيما يتعلق بالانضمام إلى الناتو، زيلينسكي قال إن كييف ستتلقى دعوة للانضمام إلى الحلف بمجرد انتهاء الحرب. من موسكو ينضم إلينا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود الأفندي. دكتور محمود، أهلا بك. يعني لا يسعنا إلا دائما التساؤل عن مفاعيل الأسلحة الغربية التي ترد إلى أوكرانيا تباعا، على اعتبار أنه تقارير تتحدث عن تعهدات بأرقام هائلة من الأسلحة، وإن تأخرت لكنها تصل. هذه الأسلحة هي أسلحة مجدية وهي أسلحة فعالة وفتاكة، بل ومتقدمة تكنولوجيا. لأي مدى يمثل ذلك خط فاصل في المواجهة مع روسيا؟ أول شيء سنة أوقاتك سيدتي الكريمة والأخوة المشاهدين. طبعا الأسلحة يعني منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وهي الأسلحة تدفق إلى أوكرانيا من يمين ويسار، يعني فعليا تم إنهاء كل الذخيرة والمستودعات أوروبا الشرقية الأسلحة السوفيتية، والآن فعليا بدأت الأسلحة تتقدم من كل الدول الأوروبية، وخصوصا الدبابات والمدرعات وما هو عليه. يعني أوروبا
او حلف الناتو يقدم كل ما لديهم اسلحه يعني قبل العمليه المعاكسه. ليس بعد هناك سيد محمود، يعني كان هناك تحفظات على بعض الاسلحه ونتذكر انه تم ارجاؤها لفتره قريبه، وهنا عندما يقول زيلينسكي انه طائرات الاف 16 الكل يعلم قدرات هذه الطائرات وهي طائرات مقاتلة ومتطورة جدا في قدراتها وتستطيع استهداف الهدف بسهولة، يمكن أن تغير المعادلة، ما رأيك؟ هناك تحفظات من طرف الغرب من طرف الناتو أن يقدم إلى أوكرانيا أسلحة يمكن تؤدي إلى صراع مباشر، لأن الناتو لا يريد صراع مباشر مع روسيا، يعني إعطاء هناك أسلحة لا بس ليست مسؤولة عنها حلف الناتو، ولكن إعطاء الطائرات بكميات حتى لو بكميات قليلة هذا يعني اختلاط حلف الناتو في الحرب المباشره مع روسيا، يعني اعطاء هذه الطائرات يجب استخدام فريق صيانه كامل على اراضي المعركه، وخصوصا ان المطارات الاوكرانيه لا تستطيع استقبال 16 واستقبلتها ستخسر، فمن الامن ان تستخدم مطارات حلف الناتو او البنيه التحتيه لحلف الناتو، هذا يعني صراع مباشر، هذا يعني التحفظات، ليس هناك تحفظ يعني تحفظات بطرف روسيا، تقول روسيا اذا استخدمت البنيه التحتيه لحلف الناتو سوف نقوم بالرد الكامل على هذه صحيح. الدول وسنضرب هذه المطارات. المعطيات تتغير سيد محمود، يعني هنا حتى زيلينسكي يتحدث عن انه تلقى وعد من الناتو بالانضمام الى الناتو بعد انتهاء هذه الحرب، الا ترى ان هناك مبرر لدى دول الناتو لاعطاء زيلينسكي هذا الوعد، والى اي مدى يؤثر ذلك اصلا على رغبه اوكرانيا في حسم هذه المعركه ورفع معنوياتهم؟ سيد الكريم، يعني هذه الجزره دائما تعطى الى اوكرانيا، يعني يقول بالفعل الرئيس زيلينسكي واضح ان سيقوم ادخال دعوه الى حلف الناتو بعد انهاء المعركه، ولكن يقول حلف الناتو بعد انتصار اوكرانيا، اذا انتصرت اوكرانيا وكانت على حدودها التاريخيه ستقوم بالدخول الى حلف الناتو وستقدم دعوه لحلف الناتو، ولكن خساره اوكرانيا هذه الحرب ان ليس هناك اي دوله ستقدم لها اي نوع من انواع الدعوه للانضمام، هذا امر مباشر امر مهم جدا. لذلك الرئيس زيلينسكي يقول انه تلقى الدعوه ولكن في حاله ماذا؟ في حاله انهاء الحرب، لمصلحه من؟ اذا لمصلحه روسيا لن تقدم لها الدعوه. السؤال الان كيف ستنتصر اوكرانيا على اكبر دوله نوويه في العالم وهي روسيا؟ القوات الاوكرانيه دائما في تراجع ويقول دائما ان انهاء المعركه يمكن ان تكون لمصلحه روسيا، حتى الرئيس زيلينسكي حتى قائد العمليات العسكريه سيرقي يقول يمكن ان نستسلم في الوقت القريب العاجل. يعني هل ترى ان زيلينسكي هو مضطر للتعبير عن انفتاحه على مشاركه وفد روسي في القمه الثانيه للسلام التي ستحتضنها سويسرا، هل كان مضطر؟ هو طبعا مضطر، لانه الدول هو كانت الغايه من القمه الاوليه هي ما يسمى الضغط على الدول الاخرى لاجبار روسيا او لما يسمى عزل روسيا سياسيا، عندما لا تنجح قمة سويسرا بدأت الآن أن كل الدول العالم دول العالم الغير نتكلم عن دول العالم الغربي أتكلم عن دول آخر العالم الآخر ودول الجنوب العميق قالت يجب أن تكون روسيا موجودة، لذلك اضطر الرئيس زيلينسكي أن يدعو روسيا، ولكن هذه القمة يمكن هي لن تنجح لسبب واحد فقط، لأن أول شيء الرئيس زيلينسكي بالنسبة إلى روسيا وليس رئيس شرعية، هذا أمر مهم جدا، هي لا تقوم التحدث معه، ولكن التفاوض سيكون مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قمة السلام، ولكن المشكلة تكبر. أين نقطة السلام بين البلدين؟ من سيحقق أهداف؟ أوكرانيا تقول أن يجب على سحب الجيش الروسي من الأراضي الروسية. هل ستوافق أوكرانيا على التنازلات أو التخلي عن الأراضي؟ لذلك هذه القمم من السلام لن تعطي إلا نتيجة واحدة عندما تتغير أمور على أرض المعركة. دائما عندما يكون هناك صوت السلاح عالي هو الذي يفرض شروط السلام وشروط مفاوضات السلام. لذلك أنا في رأيي أن الحل الوحيد لأوكرانيا هي أن تقوم بمفاوضات مباشرة مع روسيا على أساس المشروع الروسي الذي قدمه والمشروع الذي قدمه أيضا الرئيس وزراء الهنغاري أوربان، أن تستغني أوكرانيا عن بعض أراضيها أو المناطق الأربعة وتعود لها بعض المناطق، يمكن أن نتكلم عن سلام وحياد أوكرانيا. هل ستقبل القيادة الأوكرانية الحالية بهذا الشرط؟ لذلك نحن نتكلم عن مؤتمرات ولقاءات لن تعطي أي نتيجة حتى لو وجد الطرف الروسي. المشكلة تكمن أن ماذا هل سيتخلى الغرب عن أوكرانيا؟ هل سيفرض أن القرار الحرب والسلم للأسف الشديد ليس في يد أوكرانيا، هو في يد الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أمر مهم جدا. هذا يعني أن الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن توقف الأسلحة الأوكرانية عندما تستسلم أوكرانيا. هل ستقبل الولايات المتحدة الأمريكية ذلك؟ هل سيقوم الرئيس ترامب فعليا كما وعد
ان يوقف تسليح اوكرانيا؟ هذه كلها اسئله بحاجه الى اجوبه، ولكن حتى طيب. الان الاجوبه غير موجوده. صحيح. يعني احنا فتره انتخابيه. لكن على الجانب الاخر، الى اي مدى روسيا مطمئنه الان لقدرتها على الحفاظ على مكاسبها الميدانيه؟ لانه في حال، يعني ذكرت انه صوت المعركه دائما اعلى من صوت المفاوضات، وهو الذي يفرض وضع او مركز وموقع قوه كل طرف. في حال الذهاب الى مفاوضات على الوضع الحالي، بالتاكيد روسيا موقعها افضل، لكن هل مضمون ان تبقى روسيا على هذا، تبقي على هذه المكاسب؟ طبعا، يعني ليس ان اقول ان روسيا ضامنه ان تبقى على هذه المكاسب، ولكن الواقع اللي يقول ان حرب الاستنزاف نوعا ما ذهبت الى مصلحه روسيا، وخصوصا ان الجيش الاوكراني الذي يستسلم بعض يعني بعض الذي يستسلم ونزاب الاسر يقولون انهم دربوا فقط الاسبوع. عندما يقوم جيش او اي قوه في العالم بزج بقوات غير مدربه، هذا يعني تزيد الثغرات على الجبهه، هذا يعني ان القدرات البشريه بدات فعليا بالتناقص. عندما تبدا القدرات البشريه بالتناقص، هذا يعني للخريطه العسكريه ان التقدم، ان هناك سيكون تقدم روسي قريب. لذلك نرى بعض الهستيريا الغربيه بارسال قوات لمسانده القوات الاوكرانيه كما اراد الرئيس ماكرون. ما يعني ذلك؟ ان القدرات الاوكرانيه ليست بلا حدود، اهم شيء البشريه. السلاح سيد الكريم، عند سالتي اول سؤال، السلاح يمكن ان يغير شيء، ولكن اذا لم يوجد اي جندي يحمل هذا السلاح، ما يعني هذا السلاح؟ لن يعطي اي شيء. السلاح يمكن ان يغير شيء، ولكن اذا لم يوجد اي جندي يحمل هذا السلاح، ما يعني هذا السلاح؟ لن يعطي اي شيء. المهم القدرات البشريه والتجديد العام لم يعطي اي نتائج الان، والخسائر، حتى الرئيس زيلينسكي اعترف بالخسائر الكبيره في صفوف الجيش الاوكراني. يعني هذا ان روسيا ليست ضامنه، ولكن الواقع على ارض المعركه يقول ان روسيا في حاله تقدم، وخط الجبهه بدا الانهيار شيئا فشيئا. لذلك روسيا الان ترفع السقف في مطالبتها. لو شعرت روسيا ان ليست ضامنه لما وضعت خريطه سلام كما وضع الرئيس بوتين بالانسحاب القوات الاوكرانيه. لذلك دائما نقول دائما عندما الرئيس يعلم ما يحصل على الارض، يعني فعليا هو رئيس الدوله ويعلم ما يحصل على الجبهه العسكريه، ما دام هناك تراجع اوكراني وعدم وجود ما يسمى الجيش الاوكراني لسد ثغرات، يعني التجنيد الان نحن امام 12 مرحله تجنيد اوكرانيه. يعني الان واستمعنا ايضا الى كثير من التهديدات باستخدام النووي من قبل روسيا، وهذه التهديدات لا تعدو ان تكون مجرد حديث نظري لا يتم ترجمته على ارض الواقع، رغم انه الخطوط الحمراء التي رسمتها روسيا تجاوزتها اوكرانيا، واستخدام الاسلحه او السماح والتصريح باستخدام الاسلحه الغربيه لاستهداف اهداف روسيه على الحدود مع اوكرانيا وفي داخل روسيا، حتى هذه الخطوط الحمراء تم تجاوزها.